قولي خير. طيب في نهاية الفقرة نصيحة يعني نهاية الفقرة خلصت نهاية الفقرة دي خلصت خلاص فاضل فيها دقيقتين، ففي الدقيقتين دول عايزين نصيحة أخيرة في موضوع الحكم على الناس. بص حضرتك، هو أنا عدة نصائح كده. أولا قول وهيب بن الورد رضي الله عنه قال إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. أنت تبقى قاعد كده ما تتكلمش، مالكش علاقة بالناس، لأني لابد أن تعلم إن الناس دي يوم القيامة يوم بقى مش هيبقى فيه لا جنيه ولا دولار ولا بتاع، ده فيه حسنات وسيئات. فانت بقى الحديث يقول النبي في حديث ابي هريره اتدرون من المفلس؟ انتوا عارفين المفلس؟ قال والله المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار ولا متاع ولا اي حاجه خالص، راجل فقير يعني، ما هو ده ولا يملك اعلن افلاس وكده. قال لا، الفلوس ايه؟ ده راجل معاه صلاه وصيام وزكاه وبتاع، يعني معاه عبادات واركان اسلام، مش معاه حاجات اي كلام يعني. لكن جاي وسب هذا وبدأ يتكلم بقى في عرض ده وسفك دم هذا وبتاع، فالناس دي كلها عاوز حقها. فإيه الحقوق بقى في الوقت ده؟ طب ادوهم الحق. ما فين يا رب ادوهم فلوس منين؟ ما فيش فلوس. يلا شوية بقى من الصلاة، ادوهم بقى من الحسنات بتاعتك اللي بتاع الصلاة والصيام والزكاة. فالناس كتير وانت تكلمت في حق الناس فما فيش، خلصت الحسنات. طيب بقى خد بقى من السيئات، من سيئاتهم فتطرح عليه فيطرح والعياذ بالله فين؟ في النار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله فلانة دي يذكر من صلاة ما شاء الله، بتصلي وتصوم وتزكي وبتتصدق وبتعمل نوافل و و و، لكن عندها حاجة واحدة بس، تؤذي جيرانها بلسانها، بتتكلم في حق الناس وبتاع. فقال النبي هي في النار. طب والتانية؟ لا ده بتصلي الفرائض وبتعمل بس الفرائض اللي عليها والنوافل، يعني حتى الصدقة بتتصدق بالأثوار من الأقط، الحاجة البسيطة قوي، لكن لا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي هي في الجنة. وفي الحديث من صمت نجا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.